بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الأولى من محاضرات تفسير سورة الكهف. سورة الكهف من القرآن المكي، وعدد آياتها 110 آيات، وترتيبها في المصحف كما تعلمون بعد سورة الإسراء وقبل سورة مريم. سورة الكهف مبدوءة بالحمدلة، بالحمد لله، وهي من بين سور 5 في القرآن الكريم بدأت بذلك. الحمد لله رب العالمين، الفاتحة، أم الكتاب. الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذه السورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سورة سبأ. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. سورة فاطر. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. سورة الكهف لها من الفضائل الكثير والكثير، وقد ثبتت فضائلها في أحاديث الصحاح في أصح كتب السنة. لقد ذكر البخاري في صحيحه شيئا من ذلك، بوب فقال: باب فضل سورة الكهف. وذكر بسنده عن البراء بن عازب قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. الحديث متفق عليه، متفق عليه. أيضا ما جاء من حديث في صحيح مسلم أن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، ما صح أيضا مما رواه الحاكم في المستدرك أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. سبب نزول هذه السورة ما ذكره علماء التفسير كابن كثير وغيره عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة، قالوا لهم: سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله، فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرج حتى قدم المدينة فسألوا أحبار اليهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفوا له أمره وبعض قوله، وقال: إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قالت لهم يهود: سلوهم عن 3 نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول، فانظروا فيه رأيكم. طيب، سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنه قد كان لهم شأن عجيب. سلوهم عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه. سلوه عن الروح ما هو، فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول، فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل النضر وعقبة حتى قدم على قريش، فقال: يا معشر قريش، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، لقد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بها،
فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا، فسألوه عما أمروهم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا عما سألتم عنه، ولم يستثني، لم يقل إن شاء الله. فانصرفوا عنه ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحيا. وشق هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتيه جبريل بالخبر حتى أرجف أهل مكة وشنعوا، وكانت فرصتهم، وقالوا وعدنا محمد غدا واليوم 15 ليلة وقد أصبحنا فيها ولا يخبرنا بشيء عما سألناه، حتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به وما يرجف به عنه أهل مكة. ثم جاءه جبريل من عند الله عز وجل بهذه السورة المباركة، بسورة الكهف، وفيها في مطلعها معاتبة الله لنبيه على حزنه عليهم، وفيها خبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف والروح، على ما ترونه في تضعيف هذه السورة المباركة. يبقى نؤكد أن هذه السورة لها من الفضائل والمناقب ما لها، وقد رأينا أو ذكرنا حديث البراء ابن عازم، هو قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا سحابة قد غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال اقرأ فإنها السكينة تنزل عند القرآن أو تنزلت للقرآن، وهو مخرج في الصحيحين. ذكرنا أن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من قرأ، في رواية من حفظ ورواية من قرأ، آيات 10 الأول وفي رواية 10 الأواخر عصم من فتنة الدجال. هذا بعض ما تيسر حول هذه السورة قبل أن ندخل في الحديث عن تفسير آياتها. لقد بدأ الله جل جلاله بحمد نفسه المقدسة، وهو أهل للحمد عند فواتح الأمور وخواتمها، فإنه المحمود على كل حال، وله الحمد في الآخرة والأولى. إلهي على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد، لك الأمر من قبل الزمان وبعده، وما لك قبل كالزمان ولا بعد. الحمد ضد الذم، ومعناه من جملة أقوال أهل اللغة وأهل العلم أنه في الجملة الثناء والمدح. ابن القيم رحمه الله له تعريف جميل للحمد، يقول إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، فإن كان الإخبار عن المحاسن مجردا عن المحبة كان مدحا لا حمدا. الشعراء يمدحون الملوك والرؤساء لينالوا عطاياهم من غير أن يعني هذا بالضرورة أن يكون ناجما عن محبة حقيقية أو تعظيم حقيقي، إنما هو نوع من أنواع الاسترزاق والاسترفاد وطلب الجوائز والعطايا على أبواب الملوك والسلاطين. الفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون عن نعمة أو عن غير نعمة، عن يد أو عن غير يد. الشكر لا يكون إلا عن يد. الشكر هو الثناء على المحمود على المحسن المحمود بسبب ما قدم من معروف. شكر يكون في مقابلة معروف. الحمد يكون لأنه أهل للحمد، أهل هو أن يحمد وأهل هو أن يعبد جل جلاله. لقد حمد الله نفسه
على إنزاله كتابه العزيز. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض أن أنزل عليهم الكتاب وأن بعث فيهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرجهم به من الظلمات إلى النور، وجعل كتابه قيما مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ، بل يهدي إلى صراط مستقيم واضحا جليا بينا، نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين. لم يجعل له عوجا، لم يجعل فيه عجاجا ولا زيغا ولا ميلا، جعله معتدلا مستقيما. ولهذا قال قيما أي مستقيما، لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. لينذر بأسا شديدا من لدن، أي لمن خالفه وكذبه، لمن لم يؤمن به، ينذره بعقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة يوم القيامة من لدنه، لتعظيم أمر هذا العذاب وهذه النذارة. فالله جل وعلا لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فهذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. ويبشر المؤمنين بهذا القرآن، وأصل الإيمان تصديق الخبر والانقياد للشر، تصديق الانقياد الذي ينشئ الإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام والبراءة من كل دين يخالفه. الذين صدقوا بإيمانهم، صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح. فكما يقول الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، مثوبة كريمة من عند الله عز وجل، ماكثين فيه أبدا، في ثوابهم عند الله الجنة خالدين فيها أبدا، لا زوال لها ولا انقضاء. فإذا كان البأس عندما يكون بأسا شديدا من لدن يكون عذابا، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فكذلك الجزاء والمثوبة عندما تكون من عنده فإنها تذهل وتدهش. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال تعالى: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. بأسا شديدا من لدن، وثوابا عظيما من لدن من عنده جل جلاله، والله عنده حسن الثواب. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربه. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، مشركو العرب الذين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، الذين جعلوا بين الله وبين الجنة نسبا، الذين قالوا عن الملائكة إنهم بنات الله ثم عبدوهم من دون الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم
ستكتب شهادتهم ويسألون. انتبهوا أحبائي لهذه العقيدة التي تتسلل عبر بعض الأدبيات الثقافية المعاصرة، ملائكة الرحمة، الصوت الملائكي، فيها إيحاء بأن الملائكة إناث، وقد لا يكون مقصودا، لكن ينبغي أن ينتبه لهذا. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. أذكر قبل قرابة يمكن نصف قرن أو أقل قليلا، يعني رأيت في مدرسة من المدارس الثانوية، في مدرسة بنات، مجلة حائط، مجلة إسلامية فيها آيات وأحاديث، فيها لمسات جميلة، لكن في وسطها صورة لفتاة جميلة ولها أجنحة. فسألت الفتاة: ما هذه؟ قالوا: هذه ملك، هذه ملك من الملائكة. صوروا الملك في وهمهم، في خيالهم، على صورة أنثى جميلة لها أجنحة. فتذكرت الدسائس الثقافية، صوت الملائكة وملائكة الرحمة، حتى يشكل وعي الناشئة أن الملائكة على هيئة إناث، أو أنهم إناث، تجديد أو بعث لهذه العقيدة الجاهلية وإن لم يشعروا. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. أو الذين قالوا اتخذ الله ولدا، يعني من قالوا إن الله ثالث ثلاثة، من قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقد قال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وأول ما أنطقه الله به عندما أنطقه الله في المهد صبية، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ليس لهم علم بهذا القول الذي افتروه واتفكوه، ليس لهم عليه دليل ولا برهان ولا حجة ولا سلطان، إنما هو محض الكذب ومحض الاختلاق ومحض الافتراء، فلا دليل لهم على هذا إلا كذبهم وافتراؤهم. كبرت كلمة، نصب هنا على التمييز، أي كبرت الكلمة كلمة تخرج من أفواههم، أو على التعجب، أعظم بكلمتهم كلمة، كما تقول: أكرم بزيد رجلا، أعظم بزيد بطلا وفارسا. في قراءة: كبرت كلمة، كما يقال: عظم قولك وكبر شأنك، ولكن قراءة الجمهور أظهر، وأظهر دلالة على المعنى المراد، لأن فيها تبشيعا لمقالتهم واستعظاما لإفكهم وزورهم وبهتانهم. ولهذا قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ليس لها مستند سوى قولهم وادعائهم الباطل الذي لا دليل عليه. ولهذا قال تعالى: إن يقولون إلا كذبا.
فلعلك باخع نفسك على آثارهم، أي مهلك نفسك بحزنك عليهم، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. يسلي الله نبيه في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عن، لعلك باخع نفسك على آثارهم، لا تهلك نفسك أسفا، لعلك قاتل نفسك غضبا وحزنا عليهم، لا تأسف عليهم، أبلغهم رسالة ربك، من اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديت. إذا اهتديت في نفسك بأن استقمت على أمر الله ثم نصحت ووعظت واحتسبت وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، فلا يضرك بعد ذلك إدبار من أدبر ولا إعراض من أعرض. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية زائلة مزينة بزينة زائلة بائدة، جعلها دار ممر وليست دار مقر، دار اختبار وليست دار قرار. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقد جاء في الحديث إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، مصيرها بعد الزينة إلى الخراب إلى الدمار. نحن أم تلك على الأرض ظلال، وخيال سارب إثر خيال، في متاهات سكون للزوال للزوال للزوال، كل شيء للزوال كل شيء للزوال. إن مصيرها بعد الزينة إلى الخراب والدمار، فنجعل كل شيء عليها هالكا صعيدا جرزا لا ينبت، جرزا لا ينبت ولا ينتفع به، يهلك كل شيء فوقها، يبيد كل شيء عليها صعيدا جرزا بلقعا خرابا، لا شجرة ولا نبات ولا ينتفع منه بشيء. هذه الدنيا هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر، يمت كقتيل الغيد بالبسمات. أبو العتاهية كان يقول في الدنيا: أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه. نعم. ثم يقول أيضا: لعمرك ما الدنيا بدار بقائي، كفاك بدار الموت دار فنائي. فلا تعشق الدنيا أخي، فإنما يرى عاشق الدنيا بجهد بلائي. حلاوتها ممزوجة بمرارة، وراحتها ممزوجة بعنائي. فلا تمشي يوما في ثياب مخيلة، فإنك من طين خلقت ومائي. أزور قبور المترفين فلا أرى بهاء، وكانوا قبل أهل بهائي. وكل زمان واصل بصريمته واصل بصريمة، وكل زمان ملطف بجفاء. أسأل الله لي ولكم العافية. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فإن الدهر يفنينا ويفنيها.
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. ثم شرعت الآيات الكريمات في الحديث عن قصة أصحاب الكهف الفتية الذين ذهبوا في الزمان الأول، وكان من شأنهم أمر عجيب. أول سؤال سأله المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم ليختبروا صدقه كما أخبرهم بذلك أحبار اليهود في المدينة: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا، فإن خلق السماوات والأرض، وإن اختلاف الليل والنهار، وإن تسخير الشمس والقمر والكواكب من الآيات العظيمة الدالة على قدرتنا أعجب وأعظم من أخبار أصحاب الكهف. لقد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك. وابن عباس يقول في هذه الآية: الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم. محمد بن إسحاق يقول: ما أظهرت من حججي على العباد أعجب من شأن أصحاب الكهف والرقيم. فيا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأهداب هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، بأن الله ليس له شريك. فما أظهر الله من حجره على عباده أعجب من شأن أصحاب الكهف. الكهف هو الغار في الجبل الذي لجأ لي هؤلاء الفتية، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشدا. الرقيم قالوا واد، الواد الذي فيه الكهف، وقالوا اسم للجبل، اسم للقرية، يعني المنطقة التي فيها هذا الكهف، سواء اسم للقرية أو اسم للجبل الذي فيه الكهف أو الوادي، أو قيل إنه كتاب مرقوم. فأقوال أهل العلم تفاوتت في تفسير الرقيم بين هذه الأقوال: وادي، الجبل، القرية، أو إنه كتاب. حتى روي عن ابن عباس كما يقول عكرمة: ما أدري ما الرقيم، كتاب أم بنيان؟ وقد روي أن الرقيم هو الكتاب. سعيد ابن جبير كان يقول: الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف. فهذا اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله، أن الرقيم هو الكتاب، ثم قرأ كتاب مرقوم، وهذا هو الظاهر من الآية. قال: الرقيم فعيل بمعنى مرقوم، كما يقال للمقتول قتيل وللمجروح جريح. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب أحبتي، لعلنا نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في اللقاء القادم مع المحاضرة الثانية من محاضرات تفسير سورة الكهف. وحتى نلتقي أحبتي في الله، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.